شغلة مو على كيفك كيف صاري. لا لك عصام، لا تغلط، هالشغلة على كيفي أنا. اسمع أخي، اسمع على هالحكي اللي عم يحكيه سهران. نحن ما رح نسمح لأختي تشتغل، لو بدنا نبيع كل شيء ونعطيها إياه. لك أنتوا ليش مكبرينا؟ ليش؟ لك نحن مكبرينا، نحن أختي ما عاد إلها شغل بلوب. لك ما دام الشغل عم بيجي لوسط بيتها، يعني لا عم تطلع ولا عم بتفوت، ليش هالحكي اللي ما له طعمة؟ شو؟ حكي له ما له طعمة؟ الظاهر إنه سهران تعود على القعدة بالبيت، لأنه لا أمين طعميه على البارد المسريح. عصام، اطلع من بيتي. عم دلعني من بيتك يا أبو سليم؟ لك عم بقول لك اطلع من بيتي، اطلع أحسن ما أحلف على أختك هداك اليمينة. هذا البيت ما بتدوسه لا أنت ولا كل عيلتك بكل حياتكم، فهمان؟ لك أنت شو عم تحكي يا أبو سليم؟ أبو العز أنت خليك براني. امشي يا أخي امشي، بس يكون بمعلومك أختي بدها تضل ست البيت تبعها، وأنت اللي بدك تشتغل وتصرف عليها وعلى أولادها. وأنت اسمع هالكلمتين قبل ما تمشي، أختك رح تبقى ست البيت إن اشتغلت وما اشتغلت، ويكون بعلمك أن المرأة لما بتشتغل مشان تساعد جوزها بتكون مرأة شريفة وبنت رجال شريف وقبضاي، لأنه المرأة ستر وغطى على جوزها. يا عصام يا ابن الكبير، شو أختي؟ لاقيكي ساكتة، عاجبك هالكلام اللي عم بيقوله؟ ايه عاجبني. ماشي حسابك بعدين. عم بقلك ما رح